así. شوف هذا الجن يضربني هسه يطيب ابني شو اسمه استاذ هذا مو عباس هذا الجن هسه عباس يطيب ان شاء الله اخرج جاي والجن واذا مريت فهو يشفي يهودي اصلي قائد مساعد ما حد يدري مشكله بس زمان هذا الجن شوف ضربني انا حد افرح يجي هذا الجن ما واذا مريت فهو يشفي واذا مريت فهو يشفيني وننزل من القران ما هو شفاء اللهمني ولا يزيد الظالمين الا خساره هسه شوف هذا الجن شوف هسه يطلب مني يهودي اذا تستسلم قل لا اله الا الله لا 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 استسلم على دين الاسلام شوف ما يستسلم يقول لا يهودي احترامي للاسرائيلي واليهوديين الجن يعني نحب كل الناس يهودي مسلم مسيحي هدفنا خدمه البشريه بس اخرج يا عدو الله اخرج يا ايها الجن استسلم شو اسمك؟ شعلي هسه اضربك والله اخرج استسلم لو تخرج لو اضربك شو اسمه استاذ عباس اذا ما تخرج من جسد عباس ابني حبيبي باي مكان جاي من راشدي بغداد راشدي بغداد انا بغداد يعني ما اخاف منك بس ما تضربني يلا استسلم على دين الاسلام يلا انت رجل ومرأة رجل ما استسلم كم شهر هيك استاذ؟ صار اسبوع هيك وقاعد صار يقول 5 شهور يعني خمس اشهر هسه وعد ابنك يطيب شو اسمه ابنك؟ عباس وننزل من القران ما هو شفاء رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة عباس والله هذا مو عباس هذا الجن هسه طلع هذا الجن يهودي شوف هذا الجن شوف شو يسوي هسه ابنه يطيب باذن الله ربي ابن الغالي العباس الولد البغدادي شوف الجن بس رب العالمين يقول ان الشيطان الانساني عدو مبين تحرك اذا جن باذن الله تعالى واذا مريض فهو يشفيني واذا مريض فهو يشفيني الله اكبر طاهر جماعه خير صلي على النبي اللهم صل على النبي ارهب حبيبي هذا قد حلوه عباس اقعد ايش اسمه اسمع اسمع صوتك ايش اسمك انت عباس افتح عيونك ارهب امشي 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 ايش فيك؟ يلا امشي شوف عباس ليش هسه ضربت الشيخ؟ انت ما ادري ايش قبل شوي ليش ضربت الشيخ؟ ايه شوف يقول مو هاني شوف هذا ليش ضربت الشيخ قبل شوي؟ هسه قبل شوي انت ضربت الشيخ مو انت؟ شوف يعني هسه انت يعني هسه انت زين؟ هسه يبوسني انت منو؟ عباس عباس يعني قبل شوي ما ضربت الشيخ؟ انا ضربت الشيخ استغفر الله يبوسني مع وجهي جن باقي يتحرك دقيقة ما مستوى إذا جن باقي يتحرك عادي ما راجع ما راجع ما راجع ما راجع عباس ما راجع هني أنا خلك جوا عباس دكتور هذا سعيد عباس شوف شوف إذا جن بداخله يتحرك إذا مو بداخله ما يتحرك عباس هذا جن ضربني شوف ضربني وايا بس مو كان عباس عباس شوف هسه بس هذا الطفل لا يمشي أختي شوف عباس هسه لازم إذا أورق يعني يقرأ لازم يضربني ودي برا أختي ودي برا ما أدري زبا بالغي إذا مريت فهو يشفيني وإذا مريت فهو يشفيني ما تضربني بوسني لا خلينا نصلي على النبي اللهم صل على محمد تقدر من العالم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد يلا جماعه كل خير يلا عباس صوره عباس احكي دقيقه عباس في مكان جاي بس تقول لي
امشي. عباس باي مكان جاي؟ بغداد. ابو سواس كلها بغداد. شيعة وسنية ابو سواس كلها. خلاص صلى الله على سيدنا ما مسوا كل دور. وهذا هو معجزة القرآن. عباس عباس قل لا اله الا الله. محمد رسول الله. عباس صبت. من وين بابا عباس؟ بوس بابا الغالية. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. أليس في كل عالم يفتحوا المستشفيات حتى ننقذ الآلاف مثل عباس؟ يوم يقتل أنفسهم الجن يقتلهم ما يعرفون بنفسهم هم الجن. هم ما يعرفون هو الجن. عباس كان جن بداخله مو عباس. ولد طيب عاقل شريف ابن شريف. ولكن الجن شو شواب العباس يوميا مئات الناس يموتون بهذا الموضوع ما يعرفون الطب ما يعرف الجن بالفحوصات ما يطلع. والله يا اغنياء يا الملوك ساعدوني حتى افتح مستشفيات. انا اخذوني يم الشيوخ كسروا الاصابع هذني هسه سووا حتى حجام ظهري تعال شوفه وحتى حجام براس سووا. لا حول ولا قوه. حتى بالعوده ضربون على ظهري كسروا. صحيح انت ابوه. مبروك لكم. وصلى الله على سيدنا محمد. افتحوا مستشفيات حتى نخدم الناس بدون مقابل في سبيل الله. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. جماعة خير نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سويش عباس حبيبي عباس. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم بيوس. یہ ایک بہت ہی زبردست مولانا صاحب ہے. اس کا پورا نام تو نہیں آتا مگر مولوی کردستانی ان کا نام ہے اور آئی تھنک یہ کردستان کا ہے. یہ ایک بچہ ہے اس پہ جنات کا سایہ تھا اور یہ بچہ آئی تھنک شام کا رہنے والا ہے. تو اس مولوی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا ڈالی ہے. اس کے بہت سے ایسے ویڈیوز ہیں جس میں اس نے قرآن پاک کی تلاوت کے بدولت اور اللہ کے نام کے بدولت کہ جو سن نہیں سکتے ان کی مطلب سننے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے. کوئی بول نہیں سکتا گونگا ہے تو یہ قرآن پاک کی تلاوت اور دم دروس سے جو ہے ان کی آواز آ جاتی ہے. اگر کوئی اندھا ہے تو اس کی نظر آ جاتی ہے. مگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کے آیات چف اور دم کرتا ہے ان لوگوں. قرآن پاک کی آیات میں اللہ کے فضل سے بہت ہی شفا ہے اور بہت سے مریض ان کے ہاتھوں سے شفا یاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز شاہد آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکے. دیکھنے کا بہت شکریہ.